كاين الدخول المدرسي والناس اللي كانوا حاطين القوائم ديالهم من شهر 6 وشهر 7 كيجيو باش ياخذوهم دابا. كاين شي مشاكل في شي كتبه مازال ما طبعوش، مثلا التربيه الاسلاميه كاين شي مستويات مازال ما خرجوش، وكاين مشكل عاوتاني في شي كتبه ديال لا ميسيون مازال ما خرجوش. اثمنه مناسبه الثمن اللي عندنا هو اللي في جميع المكتبات. بالنسبه لليوم يلاه سال العيد، يلاه سال العيد وغدا الدخول المدرسي. بالنسبه للكتب جاتنا غاليه شي شويه وداك الشيء. بالنسبه للولد واحد تقريبا تتقام عليك 1700 درهم، ومع خرجه العيد جاتنا القضيه قاصحه شي شويه وصافي. الكتب الاثمنه في ماشي غتلقى نفس الاثمنه، ما تلقاش مشكل، خصوصا الكتب ديال الدوله. اما بالنسبه للكتب اللي ممكن تلقى فيهم اختلاف الاثمنه هي الكتب ديال الانجليزيه اللي كتجينا من برا، انجليزيه فرونسي. بالنسبه للزيديسيون اللي ما كاينينش هذا العام هما ليزيديسيون 2017 اللي كنلقاو فيهم مشكل، ما كاينينش هذا العام، مازال ما دخلوش لحد الان. ومع العيد والدخول المدرسي الاغلبيه ديال لي فورنيسور سادين، دونك مازال ما توصلناش بليزيديسيون، ولا غونتخي سكولار كاين غدا، سي بون هذا هو المشكل اللي كاين. دابا حنا عاد دوزنا العيد واليوم عاد جينا نشريو كتب ديال المدرسه. هادو ديال العربيه رخيصين، لكن المطابع ديال الفرنسويه شويه غاليين والانجليزيه غاليه. لا كلشي كاين الحمد لله، كلشي كاين في المكتبات، كلشي موجود، المطابع كلهم موجوده. بالنسبه للكتب اللونجلي والفرنسي غاليين شويه ومع الماط، اما العربيه مناسبه. بالنسبه للمواطن التكلفه كتجي شويه مع العيد مع المدرسه مع العطله، شويه كتجي شويه قاسحه. والله يكون في العون الجميع.